الحمد لله تعالى حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، ورضي الله عن آله وأصحابه وأكرمنا فارض عنا معهم يا رب العالمين. خرج المسلمون ليفتحوا خيبر المعقل الأخير لليهود حول المدينة، ووصلوا إلى هناك وكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه بحمل الراية والتوجه لفتح الحصن، وأمره في البداية أن يدعوهم إلى الإسلام. فخرج علي رضي الله تعالى عنه حتى إذا اقترب من الحصن الأول والأكبر لدى اليهود ويدعى حصن ناعم، وحاصره. فخرج رجل هو سيد هذا الحصن من أكبر سادة اليهود في ذلك الوقت يدعى مرحب. مرحب هذا كان بمثابة ملك لليهود. خرج هذا الرجل من الحصن يتبختر أمام الناس، ثم جعل ينشد الشعر فيقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح أي تام السلاح والعتاد، بطل مجرب أي جربتني الحروب فخبرتني وعرفت من أنا، بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب أي تشتعل. فخرج له صحابي كليم لمبارزته، وجعل يقول وينشد ردا على كلامه: قد علمت خيبر أني عامر، شاكي السلاح بطل مغامر. الذي خرج هو عامر بن الأكوع رضي الله عنه، عم سلمة بن الأكوع، والسائق أو الحادي الذي أنشد الشعر في طريقهم باتجاه خيبر، وهو الرجل الذي بعد أن أنشد الشعر قال له رسول الله يرحمه الله ويغفر الله له، فعرف الصحابة أنه سيستشهد. خرج عامر هذا رضي الله عنه ليقف أمام مرحب، وكان مرحب في ذلك الوقت يعد بين الناس بألف رجل. قد بعض الناس يقول هذا من المبالغة، أقول قد يكون من المبالغة، لكن هذا أيضا يرجع ما عدا القوة الجسدية إلى القوة المعنوية. يعني عنترة بن شداد معروف بين الناس، عنترة هو بنفسه فيما نقل عنه كان يقول: قالوا بما وصفت بهذه البطولة والشجاعة؟ قال: أما إني لشجاع، ولكني إذا وقفت القوم استضعفت رجلا منهم، فاقتربت منه فضربته ضربة يطيش بها، فقد يقسم قسمين أو تقطع أشلاؤه، فيقول الناس: ما هذا الرجل الذي ضربه؟ فيخافون، فصارت لي تلك المنزلة. فهمتم قصده؟ هذا ذكي وداهية كما يقولون. طلع واحد ما هو بذلك القوة فيسرع إليه ويضربه ضربة قوية جدا، قد يقسم قسمين هذا الإنسان، قد تقطع أشلاؤه أمام أعين الناس، يقول أوف الشهاد. وهذا يعني الأمر أمر معنوي فضلا عن القوة المادية. فهذا التقدير بقوة بمئة رجل أو بألف رجل قد يجمع بين الشيئين، بين القوة الحسية والقوة المعنوية. خرج له سيدنا عامر بن الأكوع رضي الله عنه، فهجم عليه ذاك الرجل مرحب فضربه بسيفه فاتقاه بترسه، يعني صد الضرب سيدنا عامر بترسه. وأراد عامر أن يسفل له، يعني أن يضربه ضربة من الأسفل،
فأخذ السيف وأراد أن يضربه به من الأسفل، فلربما خانته يده، فعاد ذباب السيف أي أسفل السيف على عين ركبة عامر، فضرب بها نفسه من حيث لا يدري، فكان فيها أجله بإذن الله تعالى. جرح جرحا بليغا ونزفت دماؤه فمات رضي الله تعالى عنه. فجعل بعض الناس يقولون قتل عامر نفسه بطل ثوابه وأجره، يعني يزعمون أن عامرا انتحر فيقولون قتل عامر نفسه بطل أجره. هذا الكلام يسمعه الصحابي الجليل ابن أخيه سلمة بن الأكوع وهو بطل مثل عمه، تذكرون قصته، فينطلق سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيراه رسول الله: ما لك يا سلمة؟ كانت دموعه تسيل قد ملأت عينيه. ما لك يا سلمة؟ قال: يا نبي الله، يقولون بطل أجر عامر قتل نفسه. فقال: ومن قالها؟ كذب أولئك، والله إنه لجاهد مجاهد، مو بس مجاهد، جاهد مجاهد، إن له لأجرين، مو أجر واحد، إن له لأجرين، قل عربي مشى بها مثله. نادر أن يكون هناك رجل من العرب ببطولته وقوته وإقدامه وشجاعته. فطابت نفس سلمة رضي الله عنه بهذا الكلام، سبحان الله، يعني رجل خرج للقتال ويشاء الله أن يصيب نفسه دون أن يدري، ماذا فعل؟ كيف يكون منتحرا؟ فأعاد مرحب الكلام، يعيد الشعر ويتفاخر أمام الناس به. فتقدم إليه علي رضي الله عنه قائد تلك الحملة التي حاصرت اليهود، وجعل يرد عليه فيقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيكم بالصاع كيل السندرة. حيدرة من أسماء الأسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، منظره مرعب يخيف الذين أمامه، يوفيكم بالصاع كيل السندرة. الصاع مقدار، هذا الصاع الذي نخرجه مثلا، أمرنا بإخراجه في صدقة الفطر، وقلنا إن العلماء اختلفوا في تقديره، ما بين 2 كيلوغرام إلى 4 كيلوغرام. فهو إذا أعطيتموه صاعا يعطيكم السندرة. قال: ما السندرة؟ كيل عظيم قد يسع 10 أصع. المعنى إذا بتضربوني ضربة بضربك 10. أوفيكم بالصاع كيل السندرة. فأقبل إليه مرحب فتصاولا وتجاولا، ثم ضربه علي ضربة واحدة طاحت برأسه، ألقى رأسه أمامه، فكبر المسلمون وتوجه علي إلى الحصن. الحصن يسمى كما قلت ناعما، لكنه ليس بناعم، بل هو خشن أشد الخشونة، كان من أكبر حصون اليهود وأشدها قوة. واقتحم علي بعد أن قتل مرحبا رضي الله عنه الحصن، وتابعه المسلمون حتى استطاعوا فتحه. لكن في أواخر فتحهم للحصن خرج رجل يريد الانتقام لمرحب. من هو؟ أخوه ياسر. ياسر أيضا أخو مرحب اليهودي، كان رجلا بطلا شجاعا، فجعل أيضا ينادي يطلب المبارزة. فقام الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ليبارزه، وكانت صفية أم الزبير وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجت معهم. فلما رأت الزبير، لم يكن عندها سوى الزبير، قالت: يا نبي الله، أيقتل ابني؟ ابني يقتل؟ فقال: لا، بل ولدك يقتله بإذن الله تعالى، لا تخافي.
فخرج الزبير رضي الله تعالى عنه فلقي ياسرا فقاتله ثم قتله بإذن الله تعالى. فلما رجع قال له بعض الصحابة: لقد كان سيفك قاطعا. قال: لا، لم يكن سيفي قاطعا، ولكني أنا أكرهته. ما القوة في السيف؟ القوة في اليد التي تحمل السيف، سبحان الله. قال: ولكني أكرهته، لم يكن قاطعا ولكني أكرهته، يعني بقوة ساعدي بإذن الله تعالى حصل ذلك القتل لهذا الرجل الماكر الخبيث. فلما استولى المسلمون على حصن ناعم انتقل اليهود، وكانوا قد أعدوا خطة للانسحاب مباشرة، فانسحبوا إلى الحصن الذي يليه ويدعى حصن الصعب، فدخلوا إليه فتحصنوا فيه وحاصرهم المسلمون أيضا. قلت لكم خيبر ممتلئة بالحصون، فيها حصون كثيرة تقسم إلى قسمين، وكل قسم فيه مجموعة من الحصون. قال: فحاصر المسلمون حصن الصعب واشتد عليهم فتحه، وكان قد أصابهم جوع شديد، وكان الذي يقود الحملة تجاه هذا الحصن هو الحباب بن المنذر رضي الله عنه، الذي أشار على رسول الله بتغيير مكان الحصار لليهود في المكان الذي كانوا فيه، وهو الذي أشار عليه فيما سبق بتغيير مكان نزولهم في غزوة بدر. لعلي قلت البارحة في غزوة أحد، لست أذكر هذا، أشار عليه بتغيير مكان النزول في غزوة بدر، وكذا أشار في غزوة خيبر. فكان هو قائد الحملة على حصن الصعب، وبما أن المسلمين قد أصابهم الجهد ولم يكن معهم من الطعام إلا اليسير، فقد جاء جماعة منهم من أسلم، وأسلم قبيلة عربية أسلم كثيرون منها، واسمها أسلم، هي القبيلة أسلم، وأسلم أكثر أفرادها. فجاءوا فشكوا إلى رسول الله الجوع، وقالوا: يا نبي الله، قد اشتد الأمر علينا، ما نجد ما نأكل. والإنسان في حالة الحرب إذا لم يكن قويا مستعدا قد يعني أذهب الجوع عن نفسه، كيف له أن يقاتل؟ فرفع رسول الله يديه إلى السماء ثم قال: اللهم إنك تعلم فقرهم وحاجتهم، وتعلم أن ليس بيدي ما أعطيهم، لو كان عندي أنا أطعم ليخفف عنهم الجوع ما قصرت، وتعلم أن ليس بيدي ما أعطيهم وما أغنيهم، فافتح عليهم أعظم حصون اليهود وأكثرها طعاما وشحما وودكا. ويشاء الله أن يكون هذا الحصن، حصن الصعب، أكثر حصون اليهود طعاما، ولكن لا يزال الحصار قائما. فجاءوا إلى نبي الله فاستأذنوه بذبح الحمر الوحشية، الحمر الأهلية أو الإنسية ليست الوحشية، فأذن لهم. الحمر الأهلية أو الإنسية هي الحمر التي نركبها، جمع حمار، التي يركبها الناس في البلاد المعروفة. أما الحمر الوحشية فهي التي تكون في البراري، وسميت وحشية لأنها تنفر من الناس، ما تملق قيادها للناس. أما هذه سميت حمر الأهلية أو الإنسية لأن الإنسان يستطيع ركوبها لا تنفر منه. فاستأذنوا بذبح الحمر الأهلية أو الإنسية فأذن لهم. فلما كانت الحمر على وشك النضج رايحة تستوي وضعوها في القدور، إذا بمنادي رسول الله ينادي: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية وعن المتعة. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: حرم رسول الله يوم خيبر المتعة، يعني متعة النساء اللي بنسميه زواج المتعة، ولحوم الحمر الأهلية، ومن ذلك اليوم صار تحريمها عاما إلى يوم القيامة.
أما الحمر الأهلية فقد قلت لكم ما هي، لم تكن محرمة فحرمت في ذلك اليوم، وكانوا في شدة من الجوع فقلبوا القدور على وجهها، ما قالوا بس ناكل من عود منطبق الأمر النبوي. انظر إلى سدة استجابة الصحابة رضي الله عنه، فكفأوا القدور، طبوا وكبوا اللي فيها، سبحان الله، رضي الله تعالى عنهم، بهذا أعزهم الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مباشرة يستجيبون لأمر الله ورسوله. وكذلك نهاهم عن المتعة. قال بعض أهل العلم إنها أحلت بعد ذلك مدة يسيرة ثم حرمت يوم فتح مكة، وقال أكثر أهل العلم لا، بل استمر تحريمها من يوم خيبر، وفي يوم فتح مكة كرر رسول الله التحريم، وفي يوم حجة الوداع كرر رسول الله التحريم حتى يسمع بتحريم نكاح المتعة كل الناس، لأن بعض الناس لم يكونوا حاضرين ولم يصلهم التحريم. زواج المتعة من باب البيان يا أيها الأحبة أن يتفق الرجل مع المرأة بوجود الشهود وبوجود الولي، يعني زواج متكامل الأركان، لكن الذي يجعله باطلا محرما تحدد فيه مدة الزواج. يقول الزوج للزوجة لوليها تزوجت ابنتك شهرا أو يوما أو ساعتين أو 5 أشهر أو سنة، فهذا الذي نهى رسول الله عنه وجعله محرما إلى يوم القيامة. فزواج المتعة فيه الشاهدان وفيه الولي وفيه مهر، كل هذه الأشياء موجودة، لكن التوقيت فيه هو الذي جعله يحرم. فالزواج في الإسلام ليس له وقت، لا أستطيع أن أقول تزوجت هذه المرأة لمدة يوم ولا شهر ولا سنة، بل هو زواج مطلق. وإذا لم يحصل الاتفاق يجوز لي أن أطلقها إن شئت، ويجوز لها أن تطلب مني الطلاق إذا لم تستطيعي استمرار العيش معي، وهكذا. فقلبوا القدور وكفأوها ولم يأكلوا، ولكن يشاء الله أنهم بعد كفء القدور لم يطل عليهم الحصار إلا يسيرا، حتى استطاع الحباب بن المنذر رضي الله عنه أن يخترق هذا الحصن ويدخل وجماعة معه، ثم تبعه المسلمون وفتحوا هذا الحصن. فلما دخلوه إذا بالطعام والشراب والدقيق، الدقيق يعني الطحين، وأشياء كثيرة جدا، والشحم والودك كما سأل رسول الله ربه، طلب أن يرزقهم الطعام، فإذا هذا الحصن هو أكثر حصون اليهود طعاما، فأغناهم الله تعالى بذلك، سبحان الله العظيم. ثم انسحب اليهود، كانوا مستعدين كما قلت، مستعدين للهرب في أي لحظة، بحيث إذا شعروا أن الأمور لم تكن بصالحهم انسحبوا، جهزوا ممرات للانتقال إلى حصن آخر. وهكذا انتقلوا إلى حصن ثالث وحاصرهم المسلمون فيه. وكان قائد الحملة للحصن الثالث هو سيدنا أبو دجانة رضي الله تعالى عنه، الشهير الذي كان له في غزوات رسول الله المكانة العظيمة رضي الله تعالى عنه. فحاصرهم هو ومعه الحباب بن المنذر رضي الله عنه أيضا، وشددوا الحصار فاستطاعوا فتح الحصن ودخلوا إليه وغنموه، وهرب اليهود إلى الحصن الذي يليه. وهكذا بدأت حصون اليهود تتهاوى تحت ضربات المسلمين بفضل الله تعالى، ولكنهم لخبثهم ينتقلون سريعا ويسحبون مقاتليهم ومن معهم إلى الحصون الأخرى هكذا تباعا، حتى اشتد الأمر عليهم وفتح المسلمون القسم الأول من حصونهم. قلت كانت حصون اليهود تقريبا قسمين، وكل قسم مملوء حصونا. فانتهى المسلمون من الحصن الأول وتوجهوا للحصن الثاني الذي فيه حصون عديدة، فضربوا عليه الحصار أيضا. أسأل الله أن ينفعنا بما تعلمناه، والحمد لله رب العالمين.